ولا يقتصر الأمر على الآثار الفرعونية، فآثارنا الإسلامية تتناثر حول العالم ويتسع سوق تجارتها ومحب اقتنائها. الباحثة المصرية دكتورة دوريس أبو سيف استطاعت أن تنقذ مجموعة مشكاوات مصرية قديمة من البيع غير القانوني. الحكاية ابتدت أن شخص اتصل بي وبعت لي صورة صورة مشكاة تعرضت عليه، بس هو مش قادر يصدق أنها شرعية. فقالوا لي أنت إيه رأيك في دي اتعرضت علينا؟ فأنا وأنا بطلع عليها لقيتها موجودة في الكتالوج بتاع المتحف الإسلامي اللي تبع السلطان حسن، كنتش بصدقها عنيا. ففي نفس صدفت أني يوم أو يومين بعدها قابلت ناس، منهم تاجر صديق ليا تاجر أثار، وبقول لي تتصوروا حصل كذا كذا، أن مشكاة من المتحف الإسلامي معروضة للبيع في الخليج. وكان تاجر من الآثار أيامها ساعتها موجود، وبيقول لي ده في كتير من النوع ده، أنا هبعت لك بكرة صور. وبعت لي فعلا صورة فيها ثلاث أربع مشكوات ولا أربع مشكوات مسروقة، وعليها حتى نمرة نمرتها في المتحف. وقال لي دي اتعرضت عليا، بس طبعا كلهم هو وغيره أخدوا بالهم إن دي لازم تكون مسروقة، مش ممكن تكون حاجات طلعت كده في السوق بشكل طبيعي للبيع. والتجار هنا ما رضيوش يقربوا عنها. فساعتها ابتديت بقى أنا أتحرك، وحاولت الأول أتصل بهيئة الأسعار وبعدين بالصحافة عشان ألفت نظر للمشكلة دي. وهل بالفعل قدرتي ان انت تساعديهم ان هم يرجعوا بعض هذه الاجزاء؟ ما كانش سهل، واللي ساعدني هو جريده الاهرام وغيرها من الصحفيين في التلفزيون وفي الصحافه اللي كانوا مهتمين كده. هو بصراحه البركه في الصحافه ان الموضوع انتهى بشكل اتمنى انه يكون ناجح. فرجعت عادت هذه المشكوات مره اخرى ولا اثار تانية اللي انت لا، حسب معلوماتي وحسب هيئه الاثار اخبرته ان المشكوات رجعوا. انا ما اقدرش احقق ان كان رجعت فعلا، بس اللي اتقال ان المشكوات رجعت فعلا. انا اسالت